مع كرة السلة، حيث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي واجه الكويت نظيره القادسية في مباراة ثانية من منافسات الدور النهائي لدوري كرة السلة، والذي يلعب بنظام البلاي أوف من 5 مباريات محتملة. فبعد مباراة مثيرة تمكن الكويت من خطف الانتصار الثاني مقتربا أكثر من حسم لقب الدوري، حيث الفريق يتوج اللقب بعد تحقيق الانتصار ب3 مباريات. موقعة جديدة ما بين الكويت والقادسية، وقمة من قمم دوري كرة السلة في دورها النهائي. فبعد أن تمكن الكويت من الانتصار في المباراة الأولى، دخل القادسية بشكل مغاير في المواجهة الثانية، بل وتفوق على الكويت في أغلب فترات المباراة. لكن سلة العميد الكويتاوي وبقوتها الضاربة استطاعت من العودة في اللحظات الأخيرة لتفرض التعادل أولاً، ومن ثم تخطف المباراة بالخبرة، محققا بذلك الكويت الانتصار الثاني على التوالي في نهائي البلاي أوف لدوري كرة السلة، حيث يتبقى للكويت مباراة واحدة، إذا حقق فيها الانتصار سيتوج بلقب الدوري. نهائي، ونهائي كان مثير، وطبعا ذكرنا بنهائيات الكويت القادسية أول. الحمد لله الفوز الثاني، بس لا زال البطولة تتطلب فوز زيادة. المفروض ثلاث انتصارات من 5 انتصارات. لازم نجمع أوراقنا ونحل مشاكلنا اللي صارت بالمباراة هذه، ورد أقوى إن شاء الله بالمباراة الجاية. الحمد لله على كل حال، مثل ما شفت المباراة ما كانت بسهولة اللي احنا توقعناها. القادسية فريق متعطش حق البطولات، يعني مع نكس عنده لاعبين أتوقع، وبدل المحترفين، كان عندهم محترف متعور، يو بكل حماس صراحة، يعني فاجؤونا بأدائهم اليوم. لكن الحمد لله يعني بحكم الخبرة يعني وأفضلية خذيناها يمكن احنا بالدفاع أكثر، وترجمنا الهجوم يعني بعد كل ترانزيشن احنا نقطع الكره منهم، وهذا اللي خلصنا، يعني هذا الطريقه اللي خلصنا فيها الجيم لله الحمد. يذكر ان منافسات الدور النهائي تقام بنظام البلاي اوف، اي من 5 مباريات، ويتوج باللقب الفريق الفائز ب3 مباريات من المواجهات الخمس. فالكويت بعد هذا الانتصار اصبح على بعد خطوه من التتويج بلقب دوري كره السله. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.